من القاهرة إلى لندن، ومن هناك عبر خدمة سكايب الخبير الاقتصادي محمد يسلم الفلالي. سيد الفاضل، أوكرانيا تتحدث بأن هذا السقف لأسعار النفط سيدمر الاقتصاد الروسي، وروسيا تقول أن الطلب لن ينقطع عن نفطها. لماذا هذا التناقض؟ شكرا أخي الكريم. فعلا هناك تناقض، لأن الأهداف والخطاب خطاب سياسي، ولكن عندما ننظر إلى الناحية الاقتصادية البحتة، الهدف الأساسي من العقوبات التي تحاول الولايات المتحدة ومجموعة السبعة الضغط على روسيا بها هي مجموعة من الآليات الاقتصادية. هدفها الأساسي هو نقص القدرة الاقتصادية الروسية والضغط على عوامل الإنتاج في روسيا، وبالتالي فرض نوع من تخفيف هذه الحرب أو محاولة لحلها بتاتا. وهناك غلط أظن أنه شائع حالا بالتحليلات، ما قامت به أوروبا أو المجموعة السبع ليس سقفا على السعر الخام الروسي حالا، إنما هو تقييد للشركات الأوروبية والغربية بصفة عامة. هذه نقطة مهمة، لأن الروس يقدرون بيع بضاعتهم أو سلعتهم بالسعر الذي يرونه مناسبا، ولكن لا يمكن أن يستعملوا البنية التحتية الغربية، البنية التحتية المالية، البنوك والمصارف والبنية التحتية الأخرى للنقل، لأن 55% تقريبا من الناقلات النفط الروسي هي أوروبية يونانية بالأخص. وأنا سألت هذا السؤال من قبل حين بزوغ نجم هذه الأزمة، ذكرت للخبراء الاقتصاديين، وأنا أوجه ذات السؤال إليك، هل الأوروبا والقوى السبع وجهت هذه العقوبات لشركات التأمين البريطانية أم لشركات النقل اليونانية أم لشركات النفط الروسية، كلاهما أو ثلاثتهم من المتضررين، ما هو المبتغى؟ هذه نقطة جيدة، لأن كثير من التحليلات الاقتصادية تفتقد الرؤية القانونية، لأن ما قامت به الولايات المتحدة وما قامت به مجموعة السبع هو نوع من تكليف الشركات والبنية التحتية المالية الغربية بالسياسة الخارجية الأمريكية لصالح من؟ وهنا أعني أن مثلا أعطيك مثال من ناحية المصارف، سيتي بانك مثلا يوظف أكثر من 40,000 عامل فقط للامتثال القانوني بصفة عامة، وبالتالي هذه 40,000 عامل ستقوم حالا بنوع من مراقبة تنفيذ هذه الصفقات، وشركات النقل نفس الشيء، وشركات التأمين نفس الشيء. وبالتالي هذه نقطة مهمة يجب توضيحها، أن السقف، كلمة سقف لا أظن أنها هي العبارة أو التي علينا استعمالها في هذه الحالة. هذه الحالة الروس يقدرون بيع سلعتهم بالسعر الذي يرونه مناسبا، ولكن سيصعب عليهم استعمال البنية التحتية على الأقل على المدى القصير والمتوسط، لأنه بعد سنتين أو ثلاثة من الممكن أن تبني روس. لضيق الوقت أنا مضطر على أن أقطع هذا الاتصال، اسمح لي سيد الفاضل، ولماذا تسعى الولايات المتحدة لأضرار أخرى غير الضرر الروسي؟ ماذا تبغي؟ من هو المقصود من أن تتضرر هذه الشركات، إما في اليونان أو تتضرر شركات التأمين في بريطانيا؟ لأن الهدف الأساسي هو تضعيف القدرة الإنتاجية الروسية. من المعلوم أن الروس مثلا ميزانية الروس السنة القادمة حسبوها تقريبا، حسب الأرقام الأولية، على معدل 70 دولار تقريبا لسعر متوسط برميل النفط الروسي البيع. هم يتحدثوا أيضا عن 12 إلى 20 سعر التكلفة للبرميل. نعم، سعر التكلفة، ولكن الميزانية كما تعلمون ميزانية الدولة فيها كثير من المشاريع وفيها كثير من برامج اقتصادية للدولة، وتبنيها على تقديرات معينة، وخاصة بالنسبة للروس قضية البترول مهمة، لأنه يمثل أكثر من 30% من ميزانية الدولة الروسية. على كل حال، المهم أن هدف أي آليات اقتصادية
بخضم العقوبات هو تضعيف القدرة الإنتاجية الروسية وتقليل مواردها. فقط أردت أن أوضح تلك النقطة لقضية السقف. وأظن أن الشركات الأوروبية عودوها وعودت الولايات المتحدة على العمل تحت غطاء وزارة الخزينة الأمريكية وقضية الامتثال وتنفيذ الامتثال. وكما ذكرت لك شركة سيتي بانك كان فقط مثلا، لأن سيتي بانك توظف أكثر من 40,000 عامل فقط لهذه القضايا. نعم، شاكرين لك من لندن الخبير الاقتصادي محمد يسلم الفلالي، شكرا لك إذ كنت معنا عبر هذه الخدمة.